وبخصوص رعاية كبار السن والفئات الأولى بالرعاية، فقد شملتهم المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي مجال الضمان الاجتماعي، دولة 30 يونيو نفذت مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية لدعم محدود الدخل والفئات الأولى بالرعاية. وصل إنفاق الحكومة على برامج الحماية الاجتماعية 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة في القارة الأفريقية، وضمت برامج زي التكافل وكرامة، وارتفع عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية إلى 10.5 مليون مستفيد بنسبة زيادة تعدت إلى 20%.